نتابع إذن مع حضراتكم في هذه الأثناء وصول الطائرة التي تقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مطار القاهرة الدولي. حطت الطائرة رحالها إذن في مطار القاهرة وتستعد للحظة التوقف لينزل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور مصر في زيارة تستغرق 3 أيام. سيلتقي خلالها بطبيعة الحال الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من المسؤولين المصريين ضمن كذلك الوفد المرافق لولي العهد. هذه الزيارة التي تأتي كأول زيارة للأمير السعودي منذ تنصيبه ومبايعته وليا لعهد المملكة العربية السعودية. الأمير محمد بن سلمان إذن يأتي في زيارة إلى القاهرة هذه المرة منفردا، فضلا عن جملة من الزيارات إما التي أتاها مصاحبا للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أو منفردا باعتباره كذلك وزيرا للدفاع في المملكة العربية السعودية، وحضر كذلك حفلا لتخرج إحدى دفعات الكلية الحربية بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان ضيفا على القاهرة. العلاقات المصرية السعودية بطبيعة الحال وكما هو معلوم للكافة علاقات ضاربة في جذور التاريخ، ليست مرتبطة لا بحقبة معينة ولا بزمن معين. مستوى التنسيق الحاصل بين القيادتين في مصر والمملكة العربية السعودية كان له كذلك أصول تاريخية مرتبطة بحقب زمنية فائتة، وكذلك كان مرتبط إما بالعلاقات الثنائية المباشرة ما بين القاهرة والرياض، وإما كان مرتبطا بطبيعة الظروف الإقليمية والدولية التي كانت تحتم تنسيقا عربيا. كانت مصر والسعودية دوما في صدارة التنسيق المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية. نعود إذن للتذكرة بأن الطائرة وقد غادرت الرياض قبل نحو ساعتين أو أكثر قليلا ووصلت القاهرة في هذه اللحظة تحديدا. سينزل في بضع دقائق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور مصر كما ذكرنا في زيارة تستغرق 3 أيام. هذه الزيارة التي تأتي في مستهل جولة ربما لا تكون جولة متصلة، لكنها وفي غضون شهر سيكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة خارجية تشمل المملكة المتحدة. سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، هناك أوجه تنسيق عديدة للمملكة العربية السعودية في محيطها العربي وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي. كان من الأهمية بمكان أن يأتي ولي العهد السعودي للقاهرة لاستشراف وجهة النظر المصرية في مسائل عدة مرتبطة إما بالعلاقات الثنائية التي تتخذ أوجه مختلفة في هذه الأثناء وشهدت زخما واسعا على مدى السنوات الفائتة، وإما مرتبطة بطبيعة التطورات الإقليمية وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية واليمنية. المملكة العربية السعودية تقود تحالفا عربيا منذ السنوات الثلاث الماضية لإعادة الشرعية ولدعم الشرعية في اليمن، ومصر كانت شريكا فيما يتعلق بمضيق باب المندب وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر. سيكون هناك حديث مستمر حول هذه الجزئية فضلا عن القضية الأزلية والتاريخية، القضية الفلسطينية والمظلومية التاريخية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني. ولطالما كانت مصر بتاريخها الضارب في دعم القضية الفلسطينية بدماء أبنائها وبعتادها وبسلاحها، كانت داعما دائما للقضية الفلسطينية، وكذلك المملكة العربية السعودية التي أظهرت دعما لا ينقطع للقضية الفلسطينية. ستكون هاتان القضيتان من بين جملة قضايا ستكون جميعها مدرجة على أجندة الاجتماعات لولي العهد السعودي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع المسؤولين المصريين جميعا ممن سيلتقيهم على مدى أيام هذه الزيارة الثلاثة. Thank you.
لازلنا إذن مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة وفي انتظار وصول بل نزول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مطار القاهرة الدولي، حيث ستنظم له مراسم استقبال رسمية في الزيارة التي تمتد لأيام ثلاثة. وصول